جبتها منين يا حمدين يا صباحي؟ انت بتشتغل ايه اصلا؟ عمري ما شفتك لا لجنة ولا محامي. انت بتقول انا اعلامي صاحب؟ عمري ما شفتك اشتغلت. فشلت في ادارة جريدة الكرامة، فشلت في ادارة حزب الكرامة. انت عايز تبقى رئيس جمهورية بأمارة ايه يا حمدين يا صباحي؟ يا بتاع فلوس صدام حسين ومعمر القذافي، انت فار قدام جبل. السيسي هياخد 95%، لكن احنا فرحانين فيك. انت هتثبت ان العمليه ديمقراطيه؟ احنا كنا عايزين نبيعه مبيعه شعبيه، لكن انت حطيت في نفسك في وضع سياسي هينهي حياتك السياسيه وهيقضي عليك شعبيا وهيقضي عليك في جميع الانتخابات، لانك اثبتت ان انت مراهق سياسي وعميل. اكيد انت عميل لتنظيم الدوله، ولكن انا بقول لك الفشل الذريع وعمرك ما هتحصل على 100,000 صوت من 50 مليون. واحد من حقه انه ينزل ويترشح. احنا لا نعترض على الترشح. يا ابلة احنا بنقول يا ابلة نعترض. احنا عايزين يا راجل عميل. يا ابلة جاب منين الفلوس يا ابلة دي؟ احنا عايزين عربية مليون جنيه منين يا ابلة؟ نفسة شريفة عربية منين؟ عايزين منافسة شريفة. يعني انا جبل، انا عايز جبل قدامه، لكن انا ما ارتخبش شوية فران حواليه. سواء كان عبد النعم ابو الفتوح هيرشح، هو طبعا هرب لانه شروط شغل الانتخابات الرئاسه لا تنطبق عليه، لان اولاده لهم جنسيه امريكيه. ثانيا هو اخواني وارهابي، ممنوع من الانتخابات، ولا حتى ممنوع من يقول صوت. لكن احنا بنقول على حمدين صباح، انت من؟ انت مين؟ انت فار قدام جبل، لكن انا عايز انتخابات نديه، تحدي. يعني واحد يقابل السيسي يكون على قامه السيسي، مش شوية فيران متسلطين من تنظيم الدولة. شايف مين اللي ممكن يتقابل؟ هو ده. أنا بيني وبينك هو ده يا أبلة. الحياة السياسية والأحزاب الكرتونية والحياة السياسية الواقعية في مصر ما أفرزتش أي زعيم، ولا أفرزت أي النخبة السياسية الموجودة اللي هي بتقول على نفسها المفكرين والنخبة والمثقفين، كلهم عبارة عن نصب سياسي وعبارة عن مراهقين سياسيين يحاولوا يحبسوا على نفسهم دور سياسي. عايز يحجز دور سياسي مش هيلاقي، ومش هيطولوها. هو السيسي وبس. سيسي يا سيسي يا سيسي، انا عايزك تبقى رئيسي. انزل يا سيسي، انا عايزك تبقى رئيسي. انزل يا سيسي، عاوزين تبقى رئيسي. انزل يا سيسي، عاوزك تبقى رئيسي. شرطه وشعب وجيش ايد واحده، شرطه وشعب وجيش ايد واحده، شرطة وشعب وجيش ايد واحدة، شرطة وشعب وجيش ايد واحدة، شرطة وشعب وجيش ايد واحدة. الاعدام، الاعدام للارهابيين المجرمين. يا هيئة المحكمة الموقرة، يا هيئة المحكمة المحترمة، احكموا لنا بالاعدام على الخونة الجواسيس اللي خانوا مصر، اللي تآمروا على مصر، اللي تخبروا على مصر، اللي عايزين يخربوا مصر، اللي كانوا بيتآمروا على هذا الشعب الطيب، اللي كانوا عايزين يهدفوا لتدمير الوحدة الوطنية، اللي كانوا بيهددوا سلامة الأراضي المصرية.